قاف زين. قاف زب لام كل با قل 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 بادو بيش بون قل قلب قاف سي قلب قاف سي قلب إيك دل إيك دل آخر حرف آخری حلف با ہے اس کے آگے حلف نون اور یا نون لگا کر تثنیہ بنانا ہے جی تثنیہ دو کو کہتے ہیں جی قوف جی کہ قوف زبر قوف زبر لام قلبا زبر الف با قلبا نون زینی قلبانی جی قلباني قاف سي قلب قلباني جي قاف زبر لام قلبا زبر يا بي قلبي قل قل قلبي نون زيني قلبيني دو دل قاف سي قلب قلباني قلبيني قاف سي قلب قلباني قلبيني قاف سي قلب قلباني قلبيني اب جمع جي قاف پیش لام قاف یہ غلطی ہوگی لام پر جزم نہیں پیش ہونے چاہیے قولو نبون قولو قاف سے قلوبن قاف سے قلوبن قاف سے قلبن قلبان قلبین قلوبن قاف سے قلبن قلبان قلبین قلوبن قلوب وغلم قلوبن چلو جی اب آگے اس کی مثال ہے قفلن قفلن تالا تالا قفلانی قفلینی قفلانی قفلینی جمع اقفالن اقفالن